بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، آية عظيمة جدا، كل مؤمن سيعيشها يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في الجنة أيها الأحبة سيكون شغلك الشاغل هو السعادة والمتعة والتسبيح وحمد الله سبحانه وتعالى، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كل المتع التي تتصورها ولا تتصورها موجودة في الجنة، هذا هو جزاء الصابرين في الدنيا. في الجنة أيها الأحبة لا يوجد شقاء، لا يوجد زمهرير، لا يوجد خوف، لا يوجد حزن. كل ما في الجنة هو متعة، هو سعادة، هو لذة النظر إلى وجه هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. هذه النعم سيحرم منها الملحدون الذين ينتقدون القرآن. هل تعلمون ماذا يقولون؟ طبعا أحد أنواع المتعة في الجنة أن في الجنة أزواج مطهرة، عكس ما يدعيه أولئك الملحدون الذين لا يفقهون شيئا حقيقة. الله عز وجل منذ أن أنزل سيدنا آدم قال له: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجك. إذا في الإسلام لا يوجد انحراف، لا يوجد زنا، لا يوجد متعة خارج الزواج الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. فأنت في الدنيا لك زوجة، في الآخرة لك زوجة أيضا. أنت تستمتع في الدنيا ضمن هذا الزواج، في الآخرة كذلك. إذا ليس كما يدعي المشككون أن محمدا عليه الصلاة والسلام وعد المؤمنين المغفلين كما يقولون بالحور العين وبالنساء وبالجميلات وإلى آخره وبالمتعة الجنسية. لا، متعة جنسية لا يوجد في الجنة، يوجد لذة النظر إلى الله، يوجد أزواج مطهرة. الزوجة المطهرة في الجنة أيها الأحبة التي هي جزء من هذا الشغل، جزء من شغلك في الجنة، الزوجة المطهرة الفاكهة في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. إذن أين المتعة الجنسية التي تدعونها؟ هذا السؤال للمشككين الذين يقولون إن، طبعا هناك تفاسير كثيرة لهذه الآية، أحد هذه التفاسير أن المؤمنين منشغلون بالحور العين، ولكن هذه الحور العين هي ضمن إطار الزوجية. يعني هم يأخذون كلمة من الآية وينسون الآية التالية. هم وأزواجهم، نقول لهم افهموا رجاءً، لا تنتقدوا القرآن قبل أن تفهموا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم ومن؟ نساء غريبات؟ لا. نساء من نوعية مثلا والعياذ بالله؟ لا، هم وأزواجهم. فإذا كانت زوجتك في الدنيا صالحة ستكون هي في الآخرة أيضا زوجتك، ستكون من الحور العين أيها الأحبة. طبعا هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، أنا الذي يهمني أنك أيها المؤمن ينبغي أن تتأمل هذه الآية، أن تحفظها حقيقة، هذه الآية في سورة ياسين، لأنها حقيقة تريح النفس. الدنيا مليئة بالمعاناة أيها الأحبة، مليئة بالمشاكل والهموم، مليئة بالنكد، أحيانا نكد الأزواج على بعض. في الجنة سيختفي هذا الأمر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، منشغلون بالفاكهة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما هو القول الذي
يردد عليهم سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. سبحان الله، يعني هذا الرب الرحيم سيلقي برحمته وسلامه عليهم، سيكون لسان حالهم الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وسيكون السلام محيطا بهم. إذن السلام هو أحد عناصر انشغالك بالجنة، سيكون سلام قولا من رب الرحيم، ليس كما يدعيه هؤلاء فعلا المساكين الذين كل همهم الجنس والمتعة الجنسية والمتعة الدنيوية الزائلة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي منشغلون بالفاكهة ومتع الجنة، هم وأزواجهم. إذن العلاقة هي علاقة زوجية، علاقة زوجية في الجنة وليست علاقة شاذة، كما يعني للأسف الملحد، انظروا إلى التناقض أيها الأحبة، الملحد بالنسبة له العاهرة مهنتها شريفة، هكذا ينظر لها، يقول من حقها أن تستعمل مثلا نفسها أو جسدها وتبيع لمن يشاء أو كذا، هي حرة، وهذا أحد حقوق الإنسان يعني كما يقولون. ثم يدعون أن في الجنة هناك شذوذ جنسي والعياذ بالله. والآية الصريحة، الآية الصريحة تقول هم وأزواجهم. إذن أيها الأحبة، رجاء عندما يستمع أحد إلى كلام الملحدين، أنا تأتيني رسائل كثيرة حقيقة، فعندما تستمع إلى كلام ملحد ينبغي أن تقرأ القرآن قبل أن تصدقه. افتح القرآن، سهل، القرآن موجود، افتح واقرأ وتأمل وتدبر ودقق كل كلمة في القرآن، لأن كل كلمة لها معنى. ما دام الله سبحانه وتعالى يقول إن في الجنة أزواج ومطهرة، إذن ليس هناك شذوذ جنسي ولا غير جنسي، ولا وليس هناك متعة خارج إطار الزوجية، إذن انتهى الأمر. فالله عز وجل لا يرضى الفاحشة في الدنيا ولا يرضاها في الجنة. في الدنيا لا يرضاها، كيف يرضاها يوم القيامة في الجنة التي هي مكان طاهر؟ إذن أحبتي في الله، هذه الآيات أنا أنصح بحفظها وقراءتها، وبخاصة عندما تشعر بنوع من الخوف، تريد أن ينزل عليك السلام، سلام قولا من رب الرحيم. عندما تكون قلق، حالة القلق أحيانا يمر بها الإنسان، يعني أنا أعتبر هذه الآيات علاجا للقلق، ولكن بشرط أن تقرأها بخشوع وتدبر وتأمل وتتأمل كل كلمة وتكرر، وبخاصة 7 مرات، رقم 7 له أثر مهم حقيقة، يعني تكرر هذا النص القرآني 7 مرات فستشعر براحة نفسية غامرة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.